محمد عثمان من جيوس، تاريخ الاعتقال 21/9/2009 على جسر الانبي. التهم اللي موجهينه التحريض ومش عارف ايش والتحشيد، وبتشارك في الفعاليات وبتشتغل في موضوع المقاطعة ومش عارف ايش وسفريات برا، ومفيش فيها اشي يعني ناشط حقوق انسان. في شيء مشكلة انك تكون ناشط حقوق انسان؟ هي علاقة اللي بين الضمير وبين الحملة الشعبية لمقاومة الجدار، صار بيننا تعاون بين فترة يعني سنة ونص أو سنتين على موضوع الاعتقال السياسي والاعتقال الناشطين بموضوع الجدار، لأنه الفترة الأخيرة تم اعتقال أكثر من 120 واحد من الناشطين على موضوع الجدار. كنا بالتعاون مع الضمير أنه ننطي ورشات بالقرى اللي هي فيها احتكاك مباشر مع الاحتلال، زي جيوس وبلعين ونعلين والمعصرة، اللي هو كنا نجمع الشباب الناشطين بموضوع الجدار وبموضوع الفعاليات على أساس نعملهم زي موضوع التوعية عن موضوع الاعتقال. اجوا اثنين لهم بيحكوا لي محمد مصطفى، بقول له مين انت؟ يعني اللي هو بقول لي احنا المخابرات الاسرائيليه، انت معتقل؟ بقول له طب وريني امر الاعتقال، وريني اي شيء وليش انت معتقلني. لا بقول لي تكثرش حكي، يلا امشي قدامنا روح جيب الشنطه. رحت جبت الشنطه وبعدها اجت الشرطه. ماشي تقريبا جوز ساعتين ونص لثلاث ساعات، بعدها وصلت في محل بعرفش هو اصلا بعرفش انا وين. نزلت فت من كرادور مش عارف ايش، سلموني للش اسمه مرة تانية للوحدة السجون هذا الشباص، فوتوني على غرفة صغيرة وشلح لواعي كمان مرة، شلحت خدت اللواعي البسن بنطوك غيار داخلي وبنطوك شباح ومش عارف ايش، البست عصبوا عيني ونزلوني تقريبا ثلاث طوابق تحت الارض، يعني بتحطوني في زنزاني اول يوم وثاني يوم وثالث يوم. مش عارف انا معتقل، مش عارف شو بدي يصير معي. بتعرف الواحد بيكون يعني زي حرب نفسية مع الواحد، شو التهمة ليش شو ما عملت شيء، يعني خاصة انا بشتغل في العمل الشعبي، يعني بعمل مقابلات مع الراديو، بعمل مقابلات مع التلفزيونات، باخذ اجانب على الجدار وفيش فيها اي مشكلة يعني، وإشي يعني ملوش دخل في الارهاب ولا له دخل في العنف، يعني إشي يعني توعية بتقدر تحكي. صار حكك معي على الصفريات كم دولة زوريت وين رحت وشو كنت تشتغل وشو بتشتغل وشو بتعمل ومش عارف ايش. طبعا من 2004 وانا سافر، يعني بجوز 26 دولة اللي رحت عليهن في حياتي، فبتذكرش يعني بتعرف شغل زي هيك مستحيل انك تتذكر شو سويت امبارح. بعدها انه كنت انت بكينيا وشو كنت تسوي بكينيا، ولما رحت على النرويج، ولما رحت على اسبانيا، ورحت على الدنمارك، ورحت على المانيا، ورحت على فرنسا، مين اللي بغطي لك التيكت، مين اللي بدفع لك اياهم، مين اللي بيشتري لك اياهم، كيف بتشتريهم عن طريق الانترنت، من مكتب موجود في رام الله، من مكتب موجود في اوسلو، بنطوك كاش ماني ولا بنطوك شيك ولا بنطوك عن طريق الويسترن يونيون ولا يعني كيف هذه حولات المصاري كيف بتتم. فيعني كانت صعبه كثير. هذا اول ثلاثة ايام المحقق نزل علي وقال لي انا باكل وبشرب من ورا ان احقق معك، هذه وظيفتي في الحياه، فيش اشي ثاني. واخر النهار انا بروح بقعد عند مرتي وعندي اولادي وانت بتنزل على الزنزانه واحسبها لحالك من يوم ل 190 يوم. يعني الزنزانه يعني مساحه الفرش بس، يعني بس مش اكثر، يعني بتقدر تقول مترين او 3 متر مربع، وجاي هي بشكل القبر بالضبط. يعني كانت في الزنازين من 80 ل 85 يوم، هذا اللي انا متذكره، لانه لا بتعرف انت شو التاريخ ولا شو اليوم ولا شو الساعه، انت في عزل كامل، عزل كامل، انه تعرفش برا مطر ولا شمس ولا الجو تعيس ولا الجو منيح، فانت معزول بتشوفش الشمس اصلا. انا تجربه السجن من اصعب التجارب، انك انت حريتك تنتزع منك، انه خلص يعني انت لحديتها، انا قال لك ايش لحدك تشلح، جاب لك اكل انت بتحبوش بدك تاكله، قال لك البس اسود بدك تلبس اسود رغم انك بتحبش الاسود، قال لك نام بدك تنام رغم انك بدكش تنام، قال لك بدكش تتحمم بتتحممش. يعني مثلا على سبيل المثال قعدت 40 يوم ما تحممتش، 40 يوم ما غيرت الكلسون، 40 يوم وانا لابس نفس البلوزي، 40 يوم ما حلقتش لا لحيتي ولا شعري. وكان بالليل يعني استمر بجوز 3 ساعات، لا انا متذكر منيح،
تقريبا 3 ساعات شبح، بس بكفي التعذيب النفسي. التعذيب النفسي يعني بيكفي عن كل شيء، لأنه في ضمن التحقيق إنه واحد من التعذيب هذا تعذيب يومي، يعني بتقدر تقول إنه خلال التحقيق إيديك ورجليك دائما تكلفشات بهذه الطريقة، هيك إنك تشرب مي، بيجيب لك كاسة مي بكاسة بلاستيك مع مصاصة، بتشرب مثلا لما إذا بشوفك عطشان كثير بسحبها. يعني خلال التحقيق كانت تهديدات كثيرة، والإشي كان في لي أخوي الصغير حسن كان معتقل، فصار يضغط أول إشي باتجاه أخوي، فأخوك هسه بده ينسجن، بده يقعد فترة طويلة في السجن، وإذا بده يطلع لازم يطلع بغرامة، وبعرف كيف وضعكم ووضع أهلك والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي وشو وضع أمك و... الشغلة الثانية يعني حكى لي إياها إنه كل أصحابك راح ينسجنوا، كل واحد أجنبي تعرفت عليه أو موجود اسمه على الإيميل أو سلم عليك اعتبر إنه ممنوع هو يفوت البلد. فأنت بعدم اعترافك أول إشي منعت الأجانب منهم يجوا على البلد، سببت مشكلة لأصحابك، أخوك بده يقعد فترة أطول، أبوك بده ممنوع يطلع له تصريح على الأرض ورا الجدار، إخوتك مش راحين يطلع لهم تصريح، وأنت في حياتك ما بتطلع من البلد. كان ينزل المحقق علي على الزنزانة، يعني كثير كثير كان ينزل علي على الزنزانة، وكان يجي أيام السبت اللي هي عنده إجازة وعنده عطلة رسمية، كان يجي علي يوم السبت يطل علي في الزنزانة ويحكي معاي شو وضعك شو عامل ومش عارف إيش. فبعد فترة من التحقيق المحقق نزل علي وكان لي بوعدك وعد شرف إذا طلعت إنه تنطخ في الزنزانة. طبعا كنت خايف على مستقبلي، وبعد الإداري إنه أنا ممنوع أسافر، مسموح لي أسافر ما أسافرش، وإذا بمنعوني من السفر خلاص يعني تقدر تقول إنه شغلات كثير توقفت في حياتي.